بسم الله والإخوة والقدس الإلهي الواحد آمين. اجتمعنا اليوم أحبائي في هذه الكنيسة لكي نسجد هذه السجدات المتكررة أمام الله لكي يملأ حياتنا بروحه القدس. وقبل ما نبتدي كلامنا في هذا الموضوع نتأمل أولا في ما حدث في يوم الخمسين. أنا التلاميذ كانوا مجتمعين بنفس واحدة التلاميذ أي الكنيسة كلها، فحل عليهم الروح القدس في شكل ألسنة نار. فحلول الروح القدس على التلاميذ كانوا في حالة اجتماع، ما كانوش في حالة فردية، يعني ما كانش في واحد موجود في أورشليم والثاني موجود مثلا في آسيا الصغرى والثالث موجود في بلاد اليونان وتفرقوا، لكن كانت وصية المسيح له المجد ليهم ان هم لا يبرحوا أورشليم لغاية لما يأخر موعد الآب. من هنا نستنتج ان الروح القدس حل على المؤمنين في شكل جسد واحد، ويقول الكتاب المقدس كانوا مجتمعين بنفس واحدة. فالروح القدس حل عليهم وهم في حالة وحدانية من ناحية الفكر والروح، اما الروح القدس فاعطاهم امكانية الوحدانية اكثر من هذا، لأن الذي حل عليهم كان روحا واحدا، حل في شكل ألسنة منتكبة من روح واحد. فعاوز عرفنا أن الكنيسة واحدة هي التي حل عليها الروح القدس وهي التي تؤهد الروح القدس. فالروح القدس لا يحل حلولا فرديا في شكل أفراد، يعني مثلا فلان اثنين ثلاثة راحوا معاه يصلوا مع بعض فأنا حل عليهم الروح القدس، لا، الروح القدس حل على الكنيسة كلها وهي مجتمعة بنفس واحد. الأمر الآخر، بما أنه حل على الكنيسة فهو خلق الكنيسة، لأنه كان ينظر ليس إلى بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب ولا اندراوس كأفراد، ولكن كان ينظر إليهم كجسد المسيح. ولولا نظرة الروح القدس لهم انهم جسد المسيح ما كان حل عليهم، فهو لم يحل لاجل خاطر بطرس ولا لاجل خاطر يوحنا ولا لاجل خاطر يعقوب ولا لاجل خاطر واحد من هؤلاء، ولكن حل عليهم من اجل خاطر انهم جسد المسيح. فحل عليهم وهب عليهم كما من ريح عاصف وملأ كل البيت وملأ كل حياتهم وتولدت الكنيسة ومحلش بالروح القدس بشكل ألسنة نار بعد هذا اليوم أبدا في التاريخ، لأن الكنيسة بدورها أصبحت تضع اليد فتعطي الروح القدس أو ترسم بالميرون فتعطي الروح القدس. زي ما قلنا الصبح إن آدم في خلقته الأولى اتخلق من التراب، نفخ فيه ربنا نسمة حياة، دبت فيه الحياة، بعد ما دبت فيه الحياة أعطاه حواء، ابتدى بعد كده حواء وآدم يخلفوا أولاد، أعطاهم الله هذه الإمكانية. لكن لم يخلق الله انسان من تراب، مع ان الله قادر ان يخلق الا مرة واحدة. عشان كده احنا نعتبر النهاردة هو عيد نسخة الكنيسة وعيد ميلاد اذكار ميلاد، انا بنعمل حفل ميلاد الكنيسة. وبما ان الكنيسة فيها جزئين، جزء متجرب على الارض اللي هو احنا، وجزء وصل فوق للسماء اللي هم حبايبنا اللي ودعناهم وراحوا فوق في السماء، لكن دولت مش جزئين. احنا في نظرنا المادي ان هما جزئين شوية على الارض بنسميهم الكنيسة المتغربة، وشوية في السماء بنسميهم الكنيسة المستوطنة كما يقول معلمنا بولس الرسول. مفيش داعي ان احنا نقول الكنيسة المنتصرة او المجاهدة، لان هذا التعبير لم يكن اصلا في عمق الكنيسة، لان مفروض الكنيسة اللي على الارض تكون ايضا منتصرة مش مجاهدة بس، ومنتصرة، والكنيسة اللي فوق ايضا منتصرة. لكن الكنيسة سميها بولس الرسول متجربة والمستوطنة عند الرب.
هذه في نظرنا جزء على الارض وجزء في السماء، لكن في نظر المسيح كلها جسم، جسم واحد. لاجل هذا اجتمعنا ونحن نرفع بخور ونذكر احبائنا. احنا ما نرفعش بخور من اجل الموتى، ولكن بنرفع بخور لان النهارده زي ما في احتفال بعيد ميلاد الكنيسه على الارض، جزء من الكنيسه جسد المسيح بيحتفل في السماء اللي هم اللي سبقونا، ولكنهم ليس جسدين ولكنه جسد واحد، روح واحد وجسد واحد، الذي هو الكنيسة التي هي عن يمين الآب التي أعطيت روح الآب. كل ما واحد روح القدس وكل عطايات وكل نعمه تعطى من داخل الجسم الواحد ده عشان خاطر المسيح، يأخذ مما لي ويعطيكم. حتى المواهب ليست مواهب فردية، واحد أعطي موهبة وعظ، واحد أعطي موهبة تعليم، واحد أعطي موهبة خدمة محتاجين القرار، واحد أعطي موهبة زيارة مرضى ومحتاجين، واحد أعطي موهبة سلام يصنع صلح بين الناس، واحد أعطي موهبة صلاة في الفتاة، موهبة بذل أمام الله. هذه مواهب مختلفة ولكنها في جسم واحد. خلي بالك غير ما يقول مثلا ان فلان ده اخذ موهبة القلب، هو هيعمل بيها ايه؟ تفيده بايه؟ لكن المواهب في الكنيسة يقول عنها معلمنا بولس الرسول لاجل بنيان جسد المسيح الذي هو الكنيسة. ده بتكون انت ايه بالزخرف في صورة واحدة. الصورة واحدة دي لها برواز واحد، الصورة دي الدول برواز. انت عمال تدور في الراس، هل تدور في الراس وتسيب الرجل؟ ما هي الصورة مش هتطلع شكلها جميل. هل توضب الايد وتسيب الرجل عشان تقول رجل مش مهمة اقل اهمية؟ لا، بالصورة في الاخر هتبص لها نظرة واحدة متكاملة وتقول الله بصورة جميلة. بس كده على طول. الصورة الجميلة دي هي الكنيسة، هذه الكنيسة، هذه المواهب التي أعطيت. أنا عندي موهبة أكمل الموهبة تحتك، أنت عندك موهبة تكمل الموهبة تحتي، ده عنده موهبة أكمل الموهبة دي لأجل بنيان جسد المسيح الذي هو الكنيسة. تطلع بقى كنيسة مجيدة مقدسة. عشان كده أحبائي كثير من القديسين مواهبهم أيضا ظهرت بعد من دفن في التراب، من دفن في التراب. يعني مرمين العجيبي مواهب الصفة تحته اللي بيعملها حصل الشمس، ومارينينا كان على الارض ما كانش بيعمل مواهب كده، لكن مارينينا بعد ما اندفن بعد ما عدت قرون بقى تراب مارينينا يعطي كده. يقولون لنا انتوا بتمجدوا القديسين زاد عن لازمهم، قال احنا ما مجدش القديسين عنه ولا حاجه، ده دول القديسين دول كلهم جايبين في جسد واحد اسمه المسيح، جسد المسيح اللي هو الكنيسه. فالمجد مش لمارينينا، المجد زي ما هنشوف دلوقتي للروح القدس الذي عمل في حياه هؤلاء الكنيسه. فروح القدس في الكنيسة حل في كتف جميع الكتف الأفراد وأعطى المواهب للكنيسة لأجل بنيان جسد المسيح. ملناش شخصيات مستقلة أو منقرضة، وملناش انفصال عن الكنيسة مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف ومهما كان. حتى لو تقول لي في إيه في الكنيسة هقول لك أنا ما أقدرش انفصل عن الكنيسة لأن هي جسم المسيح. لو قلت لي الكنيسة دي مليانة حتى كلها مشاكل اقول لك برضه دي جسم المسيح ما اقدرش انفصل عنه، ولا ممكن اخد موهبة ولا نعمة ولا عطية بره دايرة الكنيسة، لان روح القدس لم يحل الا والتلاميذ مستمعين بنفس واحد. فعلمنا بولس الرسول يعطينا تأمل لطيف في رومية 8 نسيلي فيه واتركه ليك ان انت تكمله كواجب لطيف الليلة دي بنعمة المسيح. احنا قلنا ان الروح القدس قعد للكنيسة لما كانت عن يمين الآب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي. فالروح القدس اسمه موعد الآب، بيقول عنه معلمنا بولس الرسول: إن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم الميتة بروح الساكن فيكم. أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن كنتم بالروح تنفون اعمال الجسد فستحيون، لان الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. لان الذين ينقادون بروح الله
فأولئك هم أولاد الله، لأننا لم نأخذ روح العبودية للخوف بل روح التبني، الروح الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فنحن ورثة ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. فالموضوع بتاعنا قيادة الروح، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. ففي ناس منقادة بروح ربنا فدول أولاد الله، وأن روح ربنا روح الآب يقود أولاد الآب، وفي ناس منقادة بروح العالم أو بروح الشيطان فأولئك هم أولاد العالم أو أولاد الشيطان. تصور الراجل اللي كان في الشيطان ده كان يخليه يقطع حجاتي، وكان يخليه يسكن القبور، كان يلبسه بلبات جدا يقطعها، ده منقاد بروح الشيطان. المرأة السامرية قبل ما تعرف المسيح كانت منقادة بروح العالم بروح الشهوة، لما تيجي بالليل تنام تطرح في أفكارها وأعمالها اليومية وأعمالها بتاعة النوم، ففي حاجة بتقود كل واحد مننا. في واحد منقاد بروح محبة العالم، في واحد منقاد بإله ثاني اسمه المال، ويبقى راقد عمال يفكر في المال في المستقبل، يفكر ويرتب ويعمل إلى آخره. ففي قيادة للإنسان، الإنسان طبيعته مش زي أي مخلوق، الإنسان يقاد بالروح. أولئك الذين ينقادون بروح الله فهم أولاد الله. فالسؤال المطروح علينا النهاردة وإحنا مجتمعين في عيد حلول الروح القدس، إن قيادتنا لابد أن تكون بروح الله. إحنا اتفقنا إن إحنا أولاد الله، ونقول أبانا الذي في السماوات، وإن إحنا أخذنا التبني بجلوسنا عن يمين الآب لما المسيح صعد، وأخذنا روح الآب. فضل القيادة بتاعتنا، القيادة القيادة. مرة المسيح قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. أنا مرؤوس الرسول اتكلم بتفصيل، والإصحاح جميل جدا من الأول يتكلم عن قيادة الروح القدس لحياة الإنسان. بتقول يكون شكل كالشاجر والروح يوريه روح فيه. تقول يعني يبقى حاجة واضحة ممكن في حياة الإنسان، ممكن جدا يكون حاجة واضحة في حياة الإنسان. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. هنضرب أمثلة الأول من حياة الكنيسة وبعدين نطبق على حياتنا. مثلا الخطاة اللي كانوا ينقادوا بروح الله، يعني أنا بعد عن ربنا، وبعدين روح ربنا اللي جوه يقول عني الكتاب المقدس متى جاء ذاك فهو يبطل على خطايا، ويجي يقول لي كده برضه المسيح اللي بيحبك ومات عشانك انت تجرحه وتشيله، او لا انا واحد فعلا الاب السماوي اللي بيحبك وفتح لك حضنه ليه تعيش بعيد عني؟ ما تعيش في حضنه ليه؟ يقول ايوه فعلا انا ماليش حق. ربنا اللي هو فداك بدمه الغالي ليه انت ما تسبحوش وما تشكروش؟ ملهي ليه في امور العالم؟ يبتدي اعمال ربنا يحركها الروح القدس السايب، فالروح القدس بيقود النفوس السايبه ويقودها لمعرفة ربنا بقوة وبشدة، لدرجة ان احيانا القصص بتاعة النفوس السايبة في تاريخ الكنيسة اروع من قصص الشهر. كنت جبارة جدا، كنت تسمع قصة المرأة القاسية وازاي جت عند رجلين المسيح والدموع من رجليها، لو تطبق الكلام بتقول فعلا يجري من بطنه انهار ماء حي. ايه ده المية اللي كانت نازلة من عينيها؟ دي دموع، ده مية. ولم تكف عن تقليب قدمي، مش بس رجليه، لم تكف، يعني كانت عماله تحب المسيح وتدوس رجليه وتدوس رجليه وتدوس رجليه مش عايزه تسيب، الموضوع ملوش نهايه. وكانت تمتحن بشعر راسها. يبقى التوبه هنا كانت بقياده الروح القدس، فالتوبه كانت في حاله قوه، لان المسيح اتكلم عن الروح القدس ان هو يكون في شكل انهار ماء حي ينبع الى حياه ابديه، او في شكل ماري. لو بصينا للشهداء، من الذي أعاني الشهداء في لحظات استشهادهم؟ من الذي جعلهم يصدقون ويرسلون ويمجدون الله سلاسل الفرح ويرسلون ترميمة الغلبة والصلاة في لحظات استشهادهم؟ إلا أن الروح القدس كان يقودهم لكي يكللهم بأكاليم مجد. من اللي قاد المجاهدين؟
مين اللي قاد الكنيسة عبر 20 قرن؟ والكنيسة في العهد القديم في الأصوام، مين اللي بيدفع الكنيسة انها تكون؟ مين اللي بيدفعها تصلي؟ رسالة رومية 8 بيقول لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بأن الناس لا ينفق به. مين اللي أعان المجاهدين في أعمال المحبة؟ مين اللي خلى الكنيسة تبقى الصفة بتاعتها المحبة وخدمة الآخرين؟ مين اللي بيساعد الخدام في الخدمة وفي مدارس أحد ويخليهم يتسامحوا ويندفعوا اندفاع ويقول العيال دول متهورين ومندفعين في الخدمة؟ إلا روح الله اللي بيدفع كل نفس لخدمة الكنيسة محبة في المسيح. مين اللي عمل في حياة كل النفوس المخلصة اللي عاشت للمسيح؟ دولت اللي عاشوا بقيادة الروح القدس. فالروح القدس يقول الذين القادمون بروح الله اولئك هم اولاد الله. عشان ما نطولش في النقطه دي، بعد كده القياده ديت من حقنا نرفضها او من حقنا نقبلها. عشان كده هيجي السؤال، هل ممكن الواحد ياخد من الروح القدس كتير ولا ياخد شويه على قده؟ هل الروح القدس طبيعته ناريه يعطي في شكل نار ويعطي في شكل نهر ماء حي، زي ما كنا نتكلم في صفحة حسكيال 47 ان الروح كان طالع من تحت المذبح في شكل طيار ماء واندفع من تحت العسل، وبعدين الروح قد حسكيال قال له مشي في المية، فقد 1000 ذراع، فقال له وصلت فين المية؟ قال له وصلت للشعب. وقاد 1000 ذراع اخرى ودخله جوه المية، قال له وصلت فين المية؟ قال له وصلت للركبة. فقاد 1000 ذراع ودخله جوه، قال له وصلت فين المية؟ قال له وصلت للحقاوين. فقال له خد جوه وقاد 1000 ذراع، قال له حاضر. التدريب اللطيف ده اولا يوري ان الروح القدس نابع من الكنيسة من تحت المذبح، لان الكنيسة هي المذبح اللي عليها المسيح، لأن المسيح هو وحده الذي يعطي الروح القدس، لأنه من عند الآب ينبثق ويعطيه المسيح لأولاده ويقدس. على قد ما تمشي في المية على قد ما الروح يفرقك. فالقديسين كانوا مطمئنين للروح القدس. لو ذكرت حياة أي قديس من القديسين هتجد إنه كان في منتهى الطاعة. وإحنا بنتكلم على مريمينا مثلا، شاب صغير في سن الشباب زي اي شاب حاليا عادي، كان مطيع لروح القدس، مجاهد في الصلوات في الاصنام في محبه ربنا باخلاص. فالروح القدس قال له تعالى تعالى روح حته ونديك اكتر. فزرعت، قال له فين؟ قال له خش في البريه جوه. دخل في البريه، عاش في حياه انسكاب امام الله، وبعدين الروح القدس ملاه بقوه فائقه، وبعدين الروح القدس قال له تعالى في اكاليف هاد عاوزك تاخد واحد كمان، قال له حاضر. فاخدوا القدر الاستشهاد كمان الاكاليف. بعدين الروح القدس اخذ حياته عن العالم، لغايه لما الروح القدس اظهر حياته. بعدين طلعت شخصيه مريمين دي في انها تلاقيها ريحه المسيح الزكي. طلعت شخصيه مريمين دي صورة من المسيح، واخد من المسيح كل حاجة. البركات الأساسية اللي بتطلع من جسده الروح القدس يزكيها وينشرها، لأن الروح القدس هنا هيبقى يمجد، يأخذ منا لي ويعطيكم، ده سيمجدني يمجد المسيح. يقولوا مريمين ده تبع منين؟ مين تسأل؟ يقولوا ده إبليس من القديسين بتوع المسيح. يقولوا يبقى المجد كله رشاحة هذا القدس. فدلت عاشوا بقيادة الايه؟ الروح القدس. فاخذوا قد ايه؟ على قدر طاعتهم، على قدر ايه؟ ما اكملوا من الروح القدس. يبقى السكة مفتوحة الى ما لا نهاية قدام اي واحد مننا. طب ايه اللي معطل النهاردة؟ عشان نشوف ايه اللي معطل النهاردة، نشوف رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس. بيقول لهم انتم بتعملوا عملية احزان حزن يعني للروح القدس اللي ساكن فيه. الروح ده انتوا خدتوه من الكنيسه من تحت المذبح وساكن فيكم، لا تخزنوا روح الله. ايه بقى بيحزنوه ازاي؟ في افسس 4
وخمس ليه كده؟ اخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب في هوات الغرور. في غرور غرور نتج من ايه؟ ايه اللي عطل الروح القدس في سيادتنا؟ ان واحد ماشي مع الروح القدس يقول له انا ايها الروح القدس دلوقتي انا قديس وكويس مش محتاج لسيادتك، انا عندي فكر وعندي ذات وانا اعرف اوصل للمسيح لوحدي. يسيبه الروح القدس متواضع لكنه يحزن. فاول ضربه ضربه غرور، وبعدين يتكلم عن الكذب، اطرحوا عنكم الكذب تكلموا بالصدق، ما تغضبوش ما تسرقوش، لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، ولا تخزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الحج. شوف ازاي بيقول ما تعملوش الحاجات دي، لان هي بتطفي الروح وبتحزن. كونوا متمثلين دي اطلقوا في المحبة، الزنا، النجاسة، الطمع لا يسمى بينكم، الكلام القبيح، كلام السفاهة، الهجر التي لا تليق بل بالحري الشكر. أنتم تعلمون أن كل زان ونجس وطماع ليس له ميراث في ملكوت المسيح. لا تحزنوا روح الله. أعمال الظلمة وضحوها، لأن أنتم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. لا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وضحوها. فبولس الرسول هنا بيتكلم عن الحاجات اللي هي بتعطل سيادة الروح القدس في حياتك. حاجات صغيرة ساعات، ممكن غرور، ممكن احساس الانسان ان هو بقى كويس ويمشي مع ربنا، ممكن واحد متعود يبقى احسن من كده فالروح القدس ما يديهوش اكتر من كده، ممكن واحد مشغول بهموم في العالم، ممكن واحد واقع تحت خطايا ومتعود يتوب منها فالروح القدس يتخلى عن القيادة بتاعته فيبتدي يتخبط يبقى ابن ظلمة. لكن هو بيقول انت ولاد نور، ولاد النور يعيشوا في النور ويسلكوا بالنور. النقطة الثانية في رسالة الأفسس في نفس الإصحاح، الإصحاح الخامس، بيقول كده انظروا كيف تسلكوا بتسخير، خلي بالكم لأن حاجة صغيرة تضيع منكم امتلاءكم بالروح القدس. لا كجهلاء، ما تكونوش جهل بل حكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، نجي ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله. لا تسخروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتبين في قلوبكم، شاكرين الرب، خاضعين بعضكم لبعض في كل شيء في خوف الله. فهنا بولس الرسول بيتكلم عن الامتلاء بالروح القدس وبيشبهه بحالة خمر، بيقول لا تسخروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. ونفس التلاميذ لما شافوا الرسل في يوم الخمسين قالوا انتوا سكارى، قالوا لهم احنا سكارى بس بالروح مش سكارى بالخمر. قال لما ما تعملوش الحاجات الوحشه دي امتلئوا بالروح، وابتدى يحط الفاظ خطيره ومهمه، بيقول لا كجهلاء بل كحكماء، ما تكونوش جهله مفسدين الوقت لان الايام مقصره كبيره، العمر عمال يعدي وما لحقناش نتنين من روح ربنا، والايام مقصره والايام شريره واتلحمنا في حاجات كثيره، اسلكوا كحكماء لا كجهلاء. بعدين رجع ثاني بيقول لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الله. يعني الانسان اللي هيهمل امتلاءه وقياده الروح دي الكتاب بيوصفه هنا بالغباء، لم يفهم مصلحته، ويوصفه هنا بالجهل ما فيهوش حكمه. لكن الانسان الحكيم يمتلئ بروح الله. وابتدى يحدد لنا الامتلاء بروح ربنا ان هو مكلمين بعضكم بعض بمزامير، مرتبين بتراتيب روحية، شاكرين كل حين، خاضعين بعضكم لبعض. فابتدى يحدد شروط الامتلاء من الروح القدس، الوداع، الخضوع بعضكم البعض، وابتدى يقول كمان ان احنا نتكلم بالمزامير ونرتب مع بعض ونصلي. ابتدى يتكلم عن الانسان اللي عاوز يمتلئ من روح ربنا ان هو يكون في حالة خضوع وطاعة لكي يكون منقاد بروح الله. في رسالة الرمية الاصحاح الثامن بيتكلم قد ايه يجب ان الانسان اللي لقى حاجة مهمة، اللي لقى حاجة مهمة زي موضوع الروح القدس ده، مطلوب ان هو يجاهد ويطهر ويتوقعه. ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر
كذلك الروح ايضا يعين ضعفنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يشبع فينا بانات لاي فقدان. ان كنا بنرجو حاجه مهمه فيجب ان احنا نتوقعها بالايه؟ بالصبر. بالصبر ما دام حاجه مهمه تبقى عايزه صبر. فالصبر، الصبر ده علمهولنا المسيح. كان يستني بالليل لوحده ويروح للجبل ويمضي الليل كله في الصبر. المسيح يعرفني، ما جيتش احكي لهم قالوا له علمنا نصلي انت تصلي وانت بتصليها كل الليل دي. قال اذا صليت قولوا ابانا الذي. وفي رز الامه قال لهم اسهروا معي. فرحوا نام. قال اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده اسهروا كي لا تدخلوا في تجربه. فعمل الروح القدس فينا مرتبط بحاجتين، نحن نبتعد عن اعمال الهزل والكذب والنجاسه الاعمال السبيله اللي ذكرتها في افتس 4 و5 عشان ما نحتمش الروح اللي فينا. عشان نعيش في قياده الروح القدس لابد ان نمتلئ لا نسكر بالخمر الذي فيه الخلاعه بل نسكر بالروح، ونجمد مزامير وتسابيح روحيه ونرسل ونسبح ونذكر ربنا في كل حين ونخضع بعضنا لبعض. وان كنا نتوقع شيء مهم في حياتنا فنتوقعه بالصبر. انظر الى صبر القديسين، وسفر الرؤيا يقول هنا صبر القديسين وهو بأجل القديسين. يقول هنا صبر القديسين. فان كنت انت مؤمن ان الروح القدس ده ممكن يغير حياتك ويقيم جسدك الميت ايضا بروح الساكن فيكم، وان كان الروح القدس يعمل فينا اعمال كبيره فاننا نتوقعه بالصبر. بالصبر بالجهاد. ونحن مؤمنين ومصرين كحكماء وكعقلاء لا كاخبياء او كجهلاء محتاجين الوقت لان الايام مقصره وشريره. اللهم الصبر اللي اعاننا الى هذا اليوم واعطانا ان نعيد هذا العيد الذي هو يوم 50 قدر ان يملأنا من كل موهبه وعطيه روحيه ويملأ الكنيسه